من الاخر كده المحل اللي انت كنت حاطة عينك عليه خلاص اتباع. هو ده الخبر اللي جاي تبشرني بيه على الصبح؟ خفت اكلمك في التليفون اصدمك، بس بقى في خبر تاني هيخفف عنك كتير جدا. ربنا يستر عليا من اخبارك. محل غيره وفي حتة احلى، بس يزيد ميت باكو. على اساس ان انت شايف البواكي مترمية؟ لو شفتيه هتقولي ساوي اكتر من كده بكتير وارجع اتحنس ويضيع مني زي الاولين. لا 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 ما تخافيش، عربين انت بس عليه وانا احجزهولك بدل ما يروح لغيرك. مروان، طب استنى مني تليفون. تحت امرك. انا كنت حاسس ان احنا نتقابل تاني. اكيد في حاجة مهمة اللي خليتك تجيني النهاردة. عايزة ست تعمل فستان سواريه لحد عزيز عليا قوي. طب هي فين عشان اخد مقاساتها؟ لا دي مقاساتها عندي، كنت عملت لها فستان قبل كده، بس انا الفستان بتاع المره دي عايز يكون غير كل مره. مش فاهمه تقصد مين. صاحبتك نور. ايه فستان فرحكو؟ فستان فرح هي وباباكي. انت عرفت منين الكلام ده؟ ولا حاجه،
بعتت لي واحده صاحبتنا من ايام الجامعه بتقول لي الحقيقه هتتجوز حسين القطان. كانت فاكراني طبعا هاجر عليها عشان الحقها. انت عارفه ان انا كنت متاكد انك ما تعرفيش حاجه عن الموضوع ده، لاني قلت طبعا اكيد باباكي مش هقول لك عشان ما تبوظيش الجوازه زي المره اللي فاتت. انا اللي اعرفه ان هي وبابا سابوا بعض وان انتوا هترجعوا تتجوزوا تاني. الحمد لله انا ما عملتش كده، كانت جايه تاخد لها حبه فلوس وتمشي، بس الحمد لله. بس على فكره الفلوس اللي هي ما عرفتش تاخدها مني هتاخدها من ابوكي. انا مش عارف اقول لك ايه، انت عارف ان باباكي ده صعبان عليا قوي. انا مش عارف ازاي يكون مصدق ان واحده زي نور دي تكون بتحبه. بس هنقول ايه بقى؟ النصيب. هتعملي ايه؟ معقولة فؤاد هيسيبك كده لغاية ما تموتي؟ ولا بيضغط عليكي بس عشان تعترفي بكل حاجة؟ ما انت حتى لو اعترفتي برضه هتموتي. رأيك؟ واو، عجبتك فساتين باربي؟ حلوين قوي. بس انت عرفت منين ان انا عندي عروسه باربي؟ من النا طبعا، ما كانش ينفع اجيب لك هديه من المساله. ميرسي على الكرامه. العفو يا روحي. شفتي يا ماي على الكرامه جاب لي ايه؟ قلت له ميرسي؟ انا هروح اوريه. يلا اتفضلي. عن اذنكم. شكرا يا رامي. علي بس لو كان عندي بنت ما كنتش احبها اكتر من سلمى. اتفضلي يا ستي، تورته الكراميل اللي بتاعتك اهي. عارف بقالي قد ايه ما دقتهاش؟ عارف طبعا، ما انا الوحيد اللي كنت بجيبها لك، ومن نفس المحل اللي كان بيعملها لنا مخصوص. ما تستغربيش، احنا لو كنا اتجوزنا من 10 سنين كده. حاضر، عارف ان السيره دي بتضايقك. مدام فريده بتقول لكم الاكل جاهز. يلا اتفضلي. طول ما انت قاعد في الليلة هنا وانا قلبي مش مطمن. بس انا برضو مش هفضل قاعد في العين السخنة، وخصوصا بعد ما فؤاد الحكيم عارف مكاني. انا ممكن اخبيك في مكان تاني. لحد امتى بس؟ لحد ما ناخد عليه تعهد انه ما اتعرض لكش. ما اعتقدش انه هيرضى يكتب حاجة زي دي، وبعدين انا مش عايز افضل مستخبى اكتر من كده. يا ابني لو مش خايف على نفسك انا خايف عليك. فؤاد الحكيم هيخاف يعمل اي حاجة، خصوصا بعد ما حضرتك جبت له البوليس العين السخنة. برضو الاحتياط واجب. أنا هكلم شركة الأمن اللي بنتعامل معاها، بعتوا لك هنا 3-4 بودي جاردز يحرسوك. الله يا ابني لولا خايف عليك كنت قلت لك تيجي معايا الشركة. ربنا وحده يعلم أنا محتاجك قد إيه هناك. أنا كمان نفسي أرجع الشغل أوي، بس خلينا الأول نشوف هترسى على إيه. لا يا بني، هستنى لما أشوف ترسى على إيه. أنا هكلم شركة الأمن دلوقتي.
مفيش غير الشقة دي وشقة اسكندرية. مش ممكن تكون الخزنة اللي فيها المستندات في فيلة راس صدر؟ الفيلا اتباعت قبل لما بابا يدخل السجن. مستحيل يكون باعها والخزنة فيها. وبرضه مستحيل يكون خبى المستندات في مكان تاني ما يكونش بتاعه. عادل، تتذكر لما قلت لك انه مش لازم تعرف عني كل شيء مره واحده؟ اجى الوقت انك تعرف عني كل شيء. هلا انا واقعه بمشكله. راغب صح؟ راغب. راغب انا تعرفت عليه من 5 سنين بلبنان. كنت وحيده حتى أهلي كانوا توفوا. اهتم فيي وحسسني إنه بيحبني وعرض علي شغل وقال لي إنه رح نكسب من هالمشروع. دخلت معه بزنس. بالأول كسبنا، بس بعدين للأسف خسرنا كتير. مشان هيك اضطريت اني بيع المطعم اللي عندي بالجبل. ولما عرف ان انا عندي ابن بمصر وجاي يشوفك وبيك غني، قال لي انه هيدا فرصة اجي اطلب منكم مصاري. عادل بس صدقني، أنا ما جيت على مصر كرمال مصاري. أنا جيت على مصر كنت عم فتش على ابني اللي ضيعته من 25 سنة. طبعا هو بيتصل بيك عايز الفلوس بتاعته. يا ريت بس عم بيتصل. هو اجى على مصر وعم بيهددني، مش عارفه شو بدي اعمل. بتحبيه؟ ما بعرف اذا بحبه، او بجوز كنت مفتكره اني بحبه. بس لما جيت على مصر وشفتك وشفت محمود، حسيت ان انا عمري ما حبيت غيركم. طب فهميني، ما عندكيش حاجه تديها له؟ لا، المشكله انه انا كاتبه على حالي شيكات، ولو ما دفعت له ممكن يحبسني فيهم. طبعا هو جاي دلوقتي بيهددك بالشيكات اللي معاه. ولو رجع على لبنان بالشيكات اكيد رح يحبسني. كنت عارف انك هتيجي يا منشاوي. اقعد اقعد اقعد. أنا ما استغناش عن سعادتك. فؤاد الحكيم. ماله؟ مش أنت جاي عشان أحميك أنت وابنك من فؤاد الحكيم؟ ما كنتش فاهم إن سعادتك عارف. أنت عارف إن أنا عارف كل حاجة. وسعادتك برضو عارف إن الضنا غالي. طبعًا. وده مش أي ضنا. ده ياسين اللي على الحجر كله. على العموم انا طول عمري راجلك، وفؤاد الحكيم برضه لحم كتفه من خيرك. سعادتك الوحيد اللي هتقدر توقفه عن انه يأذيني. ايوه فعلا انا اقدر اعمل كده، بس
ايه اللي حيله؟ رقبتي سعادتك. لا لا لا، رقبتك دي خليها لك، يمكن تحتاجها. اسمع، انا هعمل معاك ديل، انا احميك من فؤاد الحكيم انت وابنك، وانت تبعد عني عادل ابن اخوك. لا، من الناحيه دي اطمن، والدته بجيبي، كل مصالحها معايا، وهي هتقدر توقفه عن انه يلعب بالنار. اوكي، اما نشوف يا منشاوي. طبعاً ما كنتش متخيلة ممكن أجيلك هنا. يمكن جاي تسد الدين اللي عليكي. هو إيه الموضوع؟ هو إحنا ما بقاش في بيننا غير الفلوس ولا إيه؟ قولي لي أنتي بقى في إيه تاني؟ بابا راح لخالك وطلب إيد نور. يا يوسف، أنا لسه مراتك ومليش حد غيرك ينجدني من نور واللي هتعمله فيا أنا وأبويا. باباكي حر، اتجوز اللي هو عايزها حتى لو كانت نور بنت خالي. لو بابا اتجوز نور مش هتسيب له حاجه يديهاني عشان اديها لك. انت متاكده انه راح طلب ايديها؟ طبعا متاكده، هو اللي قال لي بنفسه، حتى بالاماره ده راح له الشغل ما راحلوش البيت. شغل؟ شغل ايه؟ خلي شاكر سايب الشركه بقاله فتره. ايه ده، هو انت ما تعرفش ان هو دلوقتي شغال مع فؤاد الحكيم؟ انت مين اللي قالك كده؟ انا عارفه ان هو راح له هناك، وبعدين انا ما جاش في بالي ان هو ممكن يكون مخبي عليك وحاجه زي كده. يوسف، انا عايزاك تسمعني كويس، احنا ممكن نتأذي كتير قوي لو بابا ونور اتجوزوا. انا هسيبك تفكر في كلامي. انا اسمك ازيك يا عم؟ اهلا. عن اذن حضرتك. حضرتك كانت هنا بتعمل ايه؟ عايزين نلحق باباها قبل ما يتجوز نور بنت خالي شاكر. والدتك ما قالتليش موضوع زي ده. انا فهمت منها كمان ان خالي شاكر بقى بيشتغل عند فؤاد الحكيم. اتفضل. لا ازيك، اتفضل بيتك. ما شفتكش يعني من ساعة ما مشيت من الشركة. ايه؟ احنا ما فيش بينا غير الشغل وبس ولا ايه؟ ازاي بقى يا حاج؟ احنا حتى انا سايب من قبل الشغل ومفيش بينا وبين بعض غير كل خير. لقيت شغل تاني؟ اه يا حاج، لقيت. فين؟ عند فؤاد الحكيم. اه، طب وليه ما قلتليش قبل كده؟ احنا ما تقابلناش من ساعتها يا حاج غير في العزا، وما كانش فيه فرصه ان احنا نتكلم مع بعض. وما قلتش لألفت؟ يعني زي ما تقول كده ما جاتش ظروف. ما جاتش ظروف ولا فؤاد الحكيم قال لك تخبي عليا؟ طبعا خبي عليك ليه يا حاج؟ واحنا بنعمل حاجه غلط ولا حرام عشان نخبيها عليك؟ طب
ما كنتوش عملتوا حاجة غلط، ما كنتوش اتفقتوا انتوا الاتنين انكم تخبوا عليا وفي دماغكم اني مش هعرف. لا يا حاج، انت بس تلاقيك اتضايقت ان انا لقيت شغل تاني بسرعة وفي شركة كبيرة وبمرتب كبير. ليه؟ هو انا هكره لك الخير يا شاكر؟ لا بس يمكن يعني قلت فعلك ان انا حاجي لك اتأسف لك واتحايل عليك انك ترجعني، او يمكن احتجتني في الشغل في الفترة اللي فاتت دي ومليتش حد يعمل لك الشغل زي. ده واضح ان فؤاد الحكيم هواك عليا. شاكر، فؤاد الحكيم ما شغلكش عنده علشان كفاتك، شغلك عنده علشان يضربني بيك. عارف انك انت عارف كل اسراري. هيضربك بيا يا حاج وهو شريكك؟ انا فاهم كويس انا بقول ايه. يبقى لازم تفهم كمان يا حاج ان انا مش هخونك حتى بعد اللي انت عملته معايا. طبعا انت طول الطريق بتسأل نفسك انا طلبتك ليه؟ سألتك. عارف كويس ان انا دايما بسعى بلقائك. عملت ايه في صفقتك مع صابر المنشاوي؟ يعني ماشي كويس. ازاي وانتوا متخانقين وهو بيتهمك انك عايز تقتل ابنه؟ على فكرة احنا كنا متفقين انك ما تخبيش علي حاجه خالص. سعادتك انا ما كنتش عارف ان المنشاوي هيستنجد بسعادتك. هو فعلا جالي وقال لي يا ريت تبعد فؤاد عني، مع اني عارف مشكلتك مع ابنه من الاول. انت فاكر اول مره جيت تشتغل معايا فيها وقلت لك ان احنا كلنا ماشيين على حبل فوق حفره من نار، يعني الواقعه بموتك، وانا بقى ما احبش انك تحرق نفسك بايدك. يا باشا اللي بيني وبين ياسين المنشاوي ده موضوع شخصي بحت. عشان كده ما ينفعش تبوظ لنا شغلنا، انت ليك مصالح مع صابر المنشاوي واحنا كمان لينا مصالح معاه. واذا انت بقى مش باكي على مصالحك معاه، احنا يهمنا جدا مصالحنا معاه. احنا طول الفتره اللي فاتت كنا قادرين نحميك، بس برضه ممكن نحمي نفسنا منك. في ست في الدنيا تستاهل ان حد يضحي بنفسه عشانها، خصوصا لو كانت خاينه ومتجوزاك على طبع. طلقها وفوق لنفسك ولشغلك، وسيبك من موضوع الطار بتاع الافلام الخايبه دي. فاهمني طبعا يا فؤاد؟ اخويا يخبي عن البوليس وانت تخبي عني؟ كاني مش ابنك ومش من حق افهم؟ اوه، الحاجة الوحيدة اللي لازم تفهمها اني مش هقول لك الا اللي انا عايز اقوله. يعني لو انا كنت مكان ياسين كنت هتعمل كل ده عشان تنقذ حياتي؟ ولو ياسين كان مكاني كنت هتقوله مش عايز افهمك غير اللي انا عايز افهمه لك؟ انت
اتجننت ولا ايه؟ هو دلوقتي بتنفسن على اخوه بعد ما شفت اللي هو فيه؟ انت وعدتيه انك هتقول الحقيقة؟ هقول له، بس اديك شايف الظروف اللي انا فيها. الظروف اللي انت فيها هي اللي خلتنا استنى عليك لحد دلوقتي، بس انا مش قادر استنى اكتر من كده. انت ما يهمكش غير نفسك وانا ما يهمنيش غير ابويا. طبعا انا عارف ان حسين ما قابلنيش صدفه ولا حاجه، لانك انت اللي قلت له اني بشتغل عند فؤاد الحكيم، مش كده؟ بلغتك كذا مره انه عايز يقابلك. يا بنتي بكسب وقت. قلت مين عارف، يمكن ربنا يهديكي وتعقلي وتعرفي ان الجوازه دي مش نافعه. بالعكس بقى، انا متاكده ان حسين بيحبني وهيقدر يساعدني. يا بنتي مش انت فهمتيني انك هترجعي لمروان؟ ما تجيبليش سيرته. مش هجيب لك سيرته، ومش هسألك مروان عمل فيك ايه، انما هحذرك من تصرعك من جوازك من اللي اسمه حسين ده. انت لسه عامل حساب لعمتي وجوزها؟ افهميني بقى، انت اللي تهميني. خلاص يبقى تقابل حسين وتقوله انك موافق على جوازها. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص الدنيا ما فيهاش غير يا حسين يا مروان. يا بنتي مين عارف، مش يمكن ربنا يبعت لك حد يحبك ويكون في سنك. أنا مش عايزة حد في سني، مش عايزة غير حسين. قصدك مش عايزة غير فلوس حسين؟ مش أحسن ما أعمل زي دعاء ما بتعمل مع أبوها وكل شوية مدلك إيدي؟ خصوصاً إنك لسه ماسك شغل جديد، ويا عالم بقى هتكمل فيه ولا لأ. مش أنا يا بنتي، أنا أقول لك كلمتين أحطيهم على فضلك. لو بصيت لجوازتك من حسين على انها صفقه، انا ببشرك، يبقى هتخسريه زي ما خسرت مروان. اطمن، انا اتعلمت من مروان حاجات كتير قوي كلها هتنفعني مع حسين. اشرب الشاي يا بابا قبل ما يبرد. شكله برد فعلا. ايه ده؟ وصل امانه بالنص مليون جنيه اللي ما عرفتش ادفعهم لحد دلوقتي. بس انا ما طلبتش منك وصولات. هو ياسين كتب لك وصل من غير ما تطلب حاجه. عايز تعمل زيه. اهو ما دام ما عرفتش ابقى زيه في اي حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ انت عارف كويس حاج. زعلان مني عشان قلت لك انك بتغير من اخوك؟ حقك تزعل من نفسك عشان اخوك ما صارش عليك رغم كل اللي شفته. انا رغم كل اللي شفته رجعت مش فاهم اي حاجه. احتجتني اساعدك وخليتني اجري معاك وبخلت عليا تقولي الحقيقه، زي ما كنت سواق بسوقلك في راحه وفي الجاي. عشان كده بقى سيبت في البيت وهكتب لك طلب اجازه دلوقتي عشان هسيب الشركه. هسيب الشركه لحد امتى؟ لحد ما تحس ان ابنك وانك محتاجني في الشغل بجد. مش احتياطي لما ياسين يختفي تحطني مكانه. عن إذنك. ياسين عمره ما ساب البيت ولا الشركة من نفسه، عشان كده بحبه أكتر منك. بتحب ياسين أكتر مني؟ أنا كنت عارف إنها هسمعها منك في يوم من الأيام، رغم إني كنت متأكد منها من غير ما تقولها. انك ما قدرتش تبقى راجل وتقف جنبي زي اخوك. لا بقى، انا ارجل منه 100 مره، بس انت مش عايز تفهم. اخرس يا كلب. عمره ما طول لسانه عليا. كفايه بقى، ياسين مش اخويا. فاهم يعني ايه مش اخويا؟ حصل الدور كده. انا بقول لك الحقيقه، ياسين لا هو اخويا ولا يبقى ابنك انت كمان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اكيد انت اتجننت. انا كنت هتجنن فعلا لو كنت فضلت ساكت اكتر من كده. ساكت على ايه؟ ياسين حاول يبرع لك بدمه في المستشفى والدكاتره رفضوا عينته. قالوا ان فصيل الدم ما تديش فصيلتي. مش بس ما تديش، قارنوا بين دمك ودمه والتحليل قالوا ما ينفعش يكون ابنك. اخرس يا كلب.
دم مني انا. وقالوا لي ياسين الفضل مخبي عنك لحد دلوقتي. دكتور نسي التغريب في الملف بتاعك عشان ربنا يريد ان احنا نعرف الحقيقه. كنت بموت 100 مره وانا شايفك هتموت نفسك عشان تلحق قبل ما فؤاد يعمل في حاجه، وبرضه ما قدرتش اقولك. فاكر بقى لما الدكتور حازم جالك البيت؟ كان جاي عشان يلحق ياخد التقرير قبل ما يقع في ايدينا، بس انا بقى شكيت فيه وخدت التقرير وطلعت للدكتور رامي صاحبي وهو اللي اكد المعلومه. وهجيب لك الورقه دلوقتي عشان اثبت لك اني مش المفروض انا بضرب القلم ده. ما شفتوش انت كان بيعمل ايه في العين السخنه عشان يلحقك قبل ما فؤاد الحكيم يزيك؟ قالها لي بلسانه، قال انا هموت لو ياسين جرى له حاجه. انت ما همكش غير نفسك، وانا ما همنيش غير ابويا، فاحسن لك يعرف منك قبل ما يعرف مني. يوسف معاه حق، مش هينفع تفضل ساكت اكتر من كده. لازم تروح للحاج صابر وتواجهه بالحقيقه. ايه المفاجاه دي؟ اتفضل. حضرتك بتبص لي كده ليه؟ صدقني لو قلت لك اني كنت جاي لك حالا اعترف لك بكل حاجه، بس انت عارف اللي انا فيه. ما تخصنيش، كل اللي انت فيه ما يخصنيش. اللي يهمني الورقه اللي في ايدك اللي بتقول انك مش ابني. الورقه دي ما تثبتش اي حاجه، في تحليل تاني لازم نعمله. تحليل ايه؟ دي ان ايه هو اللي هيثبت لك كل شيء. قدامي مش هينفع دلوقتي، خليني اكلم الدكتور واحدد معاه ميعاد عشان اعمل التحليل. مش هستنى كتير علشان اعرف اذا كنت ابني ولا لا.